بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، كانت اللجنة مشكورة عن انطلاقة شوطنا، بنقول الثامن في تعداد هذه الأشواط، خصص لي الجعدان. أتمنى التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. الله يا المركز الأول، مليح ولا مليح؟ نعم، مسجل عندنا يحمل رقم 10 شعار محمد بن حمد الحميدي الاجتبي. انتقل وياكم الى المركز الثاني، اللي في المركز الثاني مشغل لمطر مسعيد بن حلوة. المركز الثالث، اللي في المركز الثالث هناك من ياتي للطام. في ثالث المراكز السيد حمد بن سالم بن علي بن مجيرن. يا سلام يا بن مجيرن، يلا خليك في الفورمة. انتقل وياكم رابعا، هنا صوغاني مع بن عبد الله بن علي بن واز. ثالث الرابع المراكز، النقلة على المركز الخامس، نادر سالم بن سعيد بن سالم السبوسي راعي سراب، ما شاء الله يدفع باسم جميل وجديد هنا على رية هذا الشوط ولا الميدان. النقلة على المركز السادس، هناك سمهوي عبد الله بن سيب مصبع المسافري. سابع المراكز، المركز السابع حنيج لراشد بن سالم بن عبيد العامري بن عامري الجسمي. وفي المركز الثامن، وفي المركز الثامن هناك من الجانب الثاني من يأتي في هذه اللحظات وضاح لراشد بن محمد بن راشد بن غدير. وفي المركز التاسع، يا السلام، شوف الدخول الجميل على التاسع المراكز، شاهين سالم مانع الغويص. وصل وصل راعي الطاغي، وصل راعي الطاغي، شكرا يا بن حليس مع السليماني سعيد بن سالم بن حليس بن سالم الهاشمي، من قدم الطاقي في أحد الأشواط اللي فاتت ما شاء الله، وكسب الناموس وذهبت النقطة إلى هالي الميدان والمهالي الميدان إلى سلطنة عبان. 10 مراكز ذعناها عديناها عليكم بالوفاء والتمام، ولكن وين المركز؟ أين الموقع؟ نحن بالمركز الأول، نحن بالمركز الأول من عشاقه ومن محبينه، من عشاقه ومن محبينه. يا سلام يا سلام يا سلام يا مليح، محمد بن حمد الحميد الاجتبي من يسيطر على المركز الأول، اللي صامد على مقدمة الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن. النقلة هناك على نادر، نادر يا نادر، نادر سالم بن سعيد بن سالم السبوسي، بينما اللي في المركز الثالث هناك المسافري عبد الله بن سيب بن مصبح المسافري مع سموه. ثالثا المركز الرابع، وصلوا ابناء بن حلوه مطر بن سعيد بن حلوه الاجتبي من يقدم مشغل، بينما اللي في المركز الخامس هناك اللي هو شاهين سالم بن مانع الغويص، سالم بن مانع الغويص. يا سلام، هكذا كانت النتيجه، هكذا كانت النتيجه. يلا يا الحميدي، يلا يا الحميدي، وصلكم بن مانع، وصلكم بن مانع، وصلكم وصلكم وصلكم. ولكن نادر 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 ولا شاهين، نادر ولا شاهين مسيطر النادر على المركز الاول، سالم بن سعيد بن سالم السبوسي. الله يا سلام، النقل على المركز الثاني، المركز الثاني شاهين سالم بن مانع الغويس. من سالم الذي سوف يتفوق؟ من سالم الذي سوف يتميز؟ الله يا بن مانع، الله يا بن مانع، الله يا بن مانع، هات يلي هات يلي هات يلي يولع زمام الركض نار، يلي بدنه فيه مده ما شاء الله يا بن مانع. اظني بغادر السلام الى اهالي راس الخيمه، اظني بغادر السلام الى اهالي راس الخيمه. سلمت يمينك يا سالم، سلمت يمينك يا سالم، سق الله دارك يا سالم، سالم يا سالم. هل تسمعني؟ جماهيرك تبى شويه عرض لهذا القعود، تبى شويه عرض، طم الشم طم الشم والنسم ما شاء الله. في المركز الاول شاهين بدون اي توامر، سلام 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 سلام، سالم بن مانع الغويس. هاي لحظات الصوره، سمهوي في المركز الثاني، عبد الله بن سيف المسافر المركز الثالث، لسالم بن سعيد بن سالم السبوسي نادر. المركز الرابع للسيد سعيد بن شطيد بن عبيد بن سيف الشتبي اللي هو شاب. المركز الخامس هناك شعار بن وس على ما اظن يمع بن عبد الله بن علي بن وس. 4 دقائق التوقيت الزمني، 40 ثانية و9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.